النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. تأثرت المملكة بحمد الله خلال الـ 24 ساعة الماضية بمنخفض جوي صنف بأنه من الدرجة الثانية، جلب معه أجواء ماطرة وشتوية في العديد من المناطق. آخر صور الأقمار الاصطناعية أشارت إلى تحرك هذا المنخفض الجوي خلال ساعات عصر اليوم نحو الشمال الشرقي من الأراضي السورية، مبتعدا عن المملكة، وأن الجبهة الهوائية الرئيسية المرافقة لهذا المنخفض بدأت تتحرك مبتعدة عن المنطقة، في حين ما زالت بعض من السحب في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط كما نلاحظ تتحرك باتجاه المنطقة كرد فعل لتيارات هوائية غربية رطبة. هذه الغيوم بعض منها من النوع الممطر، وبالتالي تبقى فرص الأمطار موجودة. كميات الأمطار التي سجلت نهار هذا اليوم كانت حقيقة مرتفعة وعالية، وتبشر ببداية رائعة للموسم المطري. كان من أعلى تلك المناطق في غربية العاصمة عمان تقريبا بلغت 65 ملم، في إربد 28، في عجلون 25 ملم، في جرش 25، في المفرق 16، في الزرقاء 8 ملم، في الصفاوي 1 ملم، في البلقاء 27 ملم، في مأدبة 30 ملم، في الكرك 2 ملم، وفي شرق العاصمة عمان 35 ملم، في جنوبية العاصمة عمان 45 ملم، وفي الكرك 2 ملم، في الطفيلة ومعان وجبال الشرى وخليج العقبة لم تتعرض لهطولات مطرية هامة. بعض من هذه القراءات المطرية تكون أعلى في بعض المناطق جغرافيا، وهذه الكميات المطرية بحسب ما هو مرصود لدى محطات دائرة إدارة الأرصاد الجوية و أيضا محطات تابعة لطقس العرب. توقعات خلال 48 ساعة القادمة نستدرجها من خلال صور وخرائط الضغط الجوي. هناك تقدم لمرتفع جوي من الأراضي المصرية باتجاه المملكة، تحرك للمنخفض الجوي الذي أثر على المملكة خلال اليوم الماضي باتجاه الشمال الشرقي مبتعدا عن المملكة، وهذا سيعمل على استقرار مؤقت على الأجواء، حيث نهار يوم غد من المتوقع امتداد لمنخفض بحر الأحمر بشكل بسيط ومحدود، وهذا سيعمل على تعرض المملكة لحالة من عدم الاستقرار الجوي. أما يوم السبت والأحد فيقترب تدريجيا من جديد تأثير لمنخفض البحر الأحمر، ويتعمق تأثيره اعتبارا من ساعات مساء يوم السبت على شكل رياح نشطة، ويتزايد تأثيره يوم الأحد. هذا تزايد التأثير يوم الأحد سيكون مترافق مع تدرج وازدياد في وتيرة الأحوال الجوية غير المستقرة اعتبارا من ساعات مساء يوم الأحد، ويتوقع أن تتعرض المملكة لأمطار رعدية ليلة الأحد على الاثنين بمشيئة الله تعالى. هذا طبعا ما سنشهده عبر خرائط توقعات الأمطار، فهذه توقعات الأمطار تشير إلى مساء هذا اليوم إلى وجود بعض الفرص للأمطار في مناطق عشوائية. أما خلال ساعات هذه الليلة فنتيجة لتدفق التيارات الهوائية الرطبة فتكون الفرصة مهيئة لزخات محلية من الأمطار في منطقتين الشمالية والوسطى من المملكة. نهار يوم غدا هناك يعني فرصة لبعض الزخات العشوائية من الأمطار ناتج عن تأثر المملكة بهذه الأحوال الجوية غير المستقرة. الأحوال الجوية هذه الليلة في العاصمة عمان الأجواء تبقى غائمة جزئيا، هناك احتمال لبعض الأمطار الخفيفة، درجة الحرارة العظمى الصغرى هذه الليلة 13 درجة مئوية. لا نستطيع القول أن الأمطار خفيفة، إنما نستطيع أن نقول أنها أكثر محلية الطابع. درجات الحرارة العظمى متوقعة غدا، وأحوال الطقس في مدن ومحافظات المملكة نبدأها شمالا من إربد تكون من 21 إلى 15 مع أجواء غائمة جزئيا مع فرص لبعض الأمطار التي قد تكون رعدية. جرش 21 إلى 14، في عجلون من 18 إلى 11، وفي المفرق من 21 إلى 13 درجة مئوية. المناطق الوسطى في العاصمة من 18 إلى 13، في السلط من 21 إلى 14، في مأدلب من 19 إلى 12، في البحر الميت ترتفع غدا إلى 25 درجة مئوية وتكون الصغرى 19، وفي الزرقاء من 22 إلى 13 درجة مئوية. المناطق الجنوبية من المملكة في الكرك من 17 إلى 11، في الطفيلة من 18 إلى 14، وفي معان من 18 إلى 10 درجة مئوية، في جبال الشراء من 17 إلى 11، وفي خليج العقبة ترتفع العظمى إلى 25 درجة مئوية، في حين تنخفض الصغرى في ساعات الليل إلى 17 درجة مئوية. في أرويشد غدا 19 والصغرى 11 درجة مئوية، في الصفاوي من 21 إلى 12، أما في الأزرق
فتكون من 22 إلى 12 درجة مئوية درجة الحرارة الصغرى. الأحوال الجوية متوقعة خلال الأيام القادمة يعني النحو التالي: الجمعة هناك فرص لبعض الأمطار الرعدية أو المحلية التي قد تصحب بالرعد، سواء يومي الجمعة والسبت على حد سواء. العظمى يوم الجمعة 18 والصغرى 13 درجة مئوية. ارتفاع متوقع يوم السبت على درجات الحرارة تصل إلى 20 درجة مئوية درجة حرارة العظمى، ولكن بالرغم من ذلك تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. الصغرى ليلا 16 درجة مئوية مع ظهور كميات من السحب والغيوم، في حين أن يوم الأحد يتوقع أن يتزايد تأثر هناك تدريجيا بحالة من عدم الاستقرار الجوي. تتكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة، تتهيأ الفرصة مع ساعات ما بعد العصر لهطول زخات رعدية من الأمطار تشتد في ساعات الليل. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.